الشدايد يظهر الحق بعتدال فارج الكربات والهم ربنا نعد العليم يلا جنبني مآسي دنيتي واهل الجدال واستر الحال المشهر وحصل لي يا رحيم بعدها مبدأ عياف السنافي عبد الله فخر الرجال المحنك في الإدارة صاحب النهج القوي أشهد إنه في التواضع يعتبر مضرب مثال وأشهد إنه نسل طيب ومعدنا نادر كريم همة العز المقرن من عمال تحت السيوف وراية الراية السليم بعدها يا ابو مشاري من جنابي لك سؤال السؤال اللي جوابه احد من حد الشرير وش سبب ما حل فيني يوم عني الحظ مال وانقهرت وصار قلبي باللظى صارت والتنافس له مواثيق وفان روحت الأموال والجهد في النهاية للأجيب غير أنا مؤمن بربي وإني حمال الثقال وإن حظي في حياتي بين ميم وبين ميم وإن حملت من القهر فزاد عن من كريم ذو جلال والسم سلامة سموك وإن غدا جرحي أليم مدحنا ما هو لغاية أو لتجديد الأمال لا تعاطف منك أرجي ما فعلت يستدين هي مشاعر من نفاضك لك يا محمود الخصال لحنها والحرف يحكي مصرع الحاضليتين ذكرى مني للحبايب جيل صاعد والرجال حتى يدروا ان سموه كونه الحازم حشيم وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 05 05